البلاد الرياضية كأس العرش من الآخر الشتاوت والصدى أنه من بعد 26 سنة رجعت كمدرب في الدار الكبيرة العائلة البلاد الرياضية شرف كبير ليا. كان الإحساس من الأول مزيان، الثقة اللي دار فيها الرئيس والطريقة كيفاش تعاملنا من النهار الأول كشخص تنآمن من الأول كما تنقول الفال تنآمن أنه فاش حسيت في الأول الإحساس كان مزيان وتزاد جيستي في عليا مع مجموعة في الأيام اللي دوزت معهم لا في السعودية ولا هنايا. أنا متأكد واحد الحاجة أنه غير الرجال لا سيما اللاعبين جمهور كبير ثقة ديالنا كبيرة واحد الحاجة كنوعد أي واحد هنايا بأنه غادي نكمل ما يمكن باش إن شاء الله نقدم إضافة ونكون عند حسن الظن جدا إن شاء الله. الأطر اللي معاه التقنية السلعة بالنسبة للمساعد التالي أول السيد علام أحمد مدرب الخلاص سي رشيد كنشكر الرئيس والكوتش اللي عطانا الفرصه ان نكون مع الاساطير ومع النجوم وكنتمنى ان شاء الله ان النجوم وهاد الرجاله انهم يحسوا الاخضر ليا بس هاد الموسم باش نعطي الاخر الممكنه.